عدي أحد جرحى الجيش واللجان الشعبية، سعادته لا توصف، وهو واحد من بين 1650 عريسا تم تزويجهم في عرس جماعي من قبل هيئة الزكاة في صنعاء. يقول عدي وآخرون من رفاقه إن فرحتهم لن تكتمل إلا في حال تحررت اليمن من الغزاة، مؤكدا أنه سيستمر في الالتحاق بالجبهات لمواجهة التحالف السعودي حتى تحقيق النصر. مشاعري فوق ما تخيل، يعني فوق السحاب. لا الحمد لله، شكر على القيادة الحكيمة. ما كانت الجراح والإصابات، فنحن مستمرين حتى نطرد آخر واحد من اليمن ومن الغزاة ونحرر العالم، ما هو إلا اليمن بإذن الله. سنستمر حتى آخر رمق، سنستمر في بذل العطاء، في التضحية، في البذل وفي كل مجالات الحياة. الأعراس الجماعية ومنذ انطلاقها قبل عامين قامت بتزويج 6500 عريس وعروس، وركزت على المقاتلين في الجبهات والأسرى وذوي الإعاقة. وكما تقول صنعاء، فإن التحالف حاول ضرب الجبهة الاجتماعية بعد فشله في الميدان، ولكنه لم يفلح في ذلك مع استمرار برامج التكافل الاجتماعي وتفعيل دور هيئة الزكاة. اليوم بحمد الله نحقق التكافل، نحقق التراحم، وبإذن الله سبحانه وتعالى قادم الأيام الهيئة العامة للزكاة قادمة على مشاريع عملاقة في كل المسارات. فنسأل الله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه، وأن يجعل أعمالنا مكللة بالنجاح والفلاح. برامج التكافل الاجتماعي تحاول الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وتشمل أيضا توفير الغذاء والدواء للفقراء، والهدف الاستغناء عن المساعدات الدولية الإنسانية التي لا تغطي أصلا الحاجات الفعلية لليمنيين. عرس جماعي تحتضنه العاصمة صنعاء، يجسد فيه اليمنيون معاني الصمود والاستمرار في الحياة في مواجهة حرب التحالف السعودي. احتفاء هو الأبرز يأتي تقديرا لكوكبة من المرابطين في جبهات القتال وكذلك الأسرى. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.